كلنا تابعنا امبارح اول فعاليات المؤتمر الاقتصادي واللي دعا ليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بيعتبر منصه في منتهى الاهميه لعرض الرؤيه الخاصه بالحكومه ورجال الاعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري. الحقيقه انه امبارح كانت كلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح كانت كلمه كاشفه وواضحه، بتحمل معلومات وبيانات وارقام مهمه جدا، وكشفت كل الامور امام المواطنين بشكل واضح عشان يكون في معرفة حقيقية بحجم الشغل اللي اتعمل فيه كل القطاعات ومردود ده ايه على البلد كمان وعلى الاقتصاد. كمان ايه المطلوب من المؤتمر الاقتصادي عشان يكون فيه خارطة طريق لحل المشكلات الاقتصادية بالإضافة إلى تعظيم الفرص الاستثمارية الموجودة هذه. صحيح يا شاذلي، ده حقيقي جدا، لأنه عشان كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه كل المقترحات اللي ممكن تطرح واللي هيكون فيها نقاش موضوعي وعلمي هيتم الاستفادة منها والتحرك سريعا من خلالها. وده بيأكد على أنه المؤتمر الاقتصادي هو مشاركة حقيقية في الأفكار وفي الرؤى اللي هتطرح، وأنه مسألة الاستماع لكبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين كمان هو محاولة جادة للبحث عن حلول وعن فرص لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة أي مشكلات ممكن أنها تواجه المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية. كمان في حاجة بقى مهمة جدا، وهو توقيت هذا المؤتمر، لأن هذا المؤتمر بيعقد في وقت غاية في الأهمية في ظل أزمة عالمية لها تداعيات سلبية كبيرة جدا على معظم دول العالم وطبعا منها مصر. عشان كده الكل بيعول على نجاح هذا المؤتمر الاقتصادي في الوصول إلى مخرجات وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، وده طبعا لتحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وزيادة معدل الصادرات اللي احنا شغالين عليه خلال الفترة اللي فاتت. بكل تأكيد خلينا نروح مع حضراتكم للنهاردة، وهو اليوم الثاني في المؤتمر اللي هيكون فيه مجموعة من الجلسات، 5 جلسات تقريبا، هيتم مناقشة عدد من الموضوعات. يمكن أبرز هذه الموضوعات أولاً هي الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فرص الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، أيضاً دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة، واستراتيجية وزارة الكهرباء للربط الكهربائي مع دول الجوار، ده غير جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية، وكمان وضع خارطة طريق متكاملة لتطوير القطاع العقاري. صباح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.